حمص حي حي باب سباعه القناصه على سطح القلعه شاهد بعينك. هاي الشبيحه موجوده على سطح القلعه 1/4/2012. حمص باب سباعه هاي قلعه حمص. واحد أربعة واحد 2012 حي دار سباع هاي قلعة حمص شبيحة متواجدون على سطح القلعة. ليش ما فين أحد تفوت نفرج عم تسلوا فينا؟ شو هذا يا نبيلي عربي؟ هاي قدامك قدامك شبيحة النظام بتطلع النار على الأهالي. الله أكبر. أوصل 1/2012 حي باب سباع هاي قلعة حمص شبيحة النظام تطلق النار على الأهالي. الله أكبر. شوف شو عم يتسلوا السلاي واقفين بحريتهم وعم يضربوا على رياحته وعم كنا نحن عصافير قدامهم. فرج شو عم يتدرجوا ليك. هاي للجنة العربية رسالة تيجي تشوفهم بس تيجي قاعدين اللي بالفنادق معرفانين شو عم يصير عندنا بالأحياء. حمص حي باب السباع 4/1/2012 انتشار الشبيحة والقنصليت. شوف بعينك كان نبيل عربي شو عم يطلق النار على الناس العزاء المواطنين ليكو الحقير والو. هاي سطح القلعة. هاي الرسالة لكم النبيل عربي بيقول ما في حدي ما في مظاهر مسلحة بالمدينة. هاي البرج ليكو عم يحكي على التليفون لو في مظاهر مسلح بوقف هيك وياخذ حريته. تفرج لا ما بدي اقرب عشان ما اطفش. ليكو تفرج شو عم يجهز ويلقم لاطلاق النار على الناس المواطنين. ليكو تفرج حمص حي باب سباع 4/1/2012 القناصة والشبيحة والأمن على الأسطح أسطح القلعة أسطح القلعة. ليك الثاني تفرج هذا هاي جد عند حيدا تبع الشبيحة. ليك وشلون ها عم متآمر ليك شو ما يبقى حريته بنص القلعة طلع. ليك شو عم ساوي. هاي رسالة أصحاب الضمير الحي هات التشكيل وعليك ليك عم يطلق النار علينا هلا ليك تفرج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم. تفرج تفرج حسبي الله ونعم الوكيل. ليك تفرج خمس حي باب سباع 4/1/2012 الله أكبر عليكم الله أكبر عليكم. ليك شو عم تسلوا بالناس قتل الأبرياء. حمص حي باب سباع 4/1/2012 أطلاق النار من جميع الحواجز علينا حاجز الفارابي الجيش الشعبي القلعة. وين نروح بحالنا؟ وين اللجنة قاعدة والفنادق تجي تشوفون بس تجي تطلع الحاجز القلعة عليك وهذا ليك وتفرج شو عم يساوي. الله أكبر عليك. أربعة واحد 2012 خمس حي باب سباع 4/1/2012 هاي قدامكم هذا شبيه 4/1/2012 هاي نبيلي عربي شوف بعينه. هيك تفرج السافة الوالو بحكي الجيش تحت
العيد خمس مثل ما يقولوا مفبركة. هذا إطلاق النار علينا من جميع الحواجز. قدام عينكم عم يقوس على العالم على المنازل ترهيب الاهالي هي الاطفال شيوخ الناس الرياء نعمة الله عليكم.